أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تتعرف على مفهوم التوكل على الله، وأيضا تذكر أهمية التوكل على الله. التوكل على الله عزيزي الطالب، التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار، ومعناه تفويض الأمر لله، وهو مصدر من الفعل توكل يتوكل، وهو الاعتماد على الغير في إنجاز أمر ما والتفويض إليه، والتوكيل هو الاعتماد على الغير وجعله نائبا عنه، فيقال وكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت عليه فيه، ويقال تواكل القوم إذا اتكل على كل منهم على الآخر، ويقال فلان أي وكله أي أنه عاجز عن القيام بأمره ويسنده إلى غيره. يقصد بالتوكل في اصطلاحا هو صدق العبد في الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع أو دفع السوء والضر والمكروه، والسعي للأخذ بالأسباب المشروعة مع الإيمان الجازم بأن النفع والضر والعطاء والمنع كل ذلك بيد الله تعالى وحده لا أحد سواه، وتكون الجوارح مشتغلة بالأسباب، أما القلب فلا يتعلق وينشغل إلا بالله سبحانه وتعالى، ثم الرضا بالمقضي والقبول به. من خلال التعريف السابق أجدر توضيح عدة أمور عزيزي الطالب. من هذه الأمور عزيزي الطالب، أولها يتحقق التوكل على الله تعالى بأمرين، أولهما تفويض الأمر كله لله تعالى يصرفه كيفما يشاء، وثانيهما الرضا بالمقضي بعد حدوثه ووقوعه. ثانيهما يندرج التوكل على الله تحت ضمن الأعمال القلبية لا من أعمال الجوارح واللسان. ثالثهما أمر الله تعالى عباده بالتوكل عليه في العديد من الآيات القرآنية في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رابعها يعد التوكل أعم من الاستعانة لأنه يكون في جلب منفعة أو دفع مضرة، وإن كان ذلك في الأمور الدنيوية بينما تكون الاستعانة في الأعمال، وهذا من شأنه الإفادة بأن التوكل يعد عبادة واستعانة. الموازنة بين التوكل والأخذ بالأسباب، يجدر الذكر أن الفهم الصحيح للموازنة بين التوكل والأخذ بالأسباب يكون من خلال توضيح عدة أمور. أولهما من تمام التوكل على الله تعالى الأخذ بالأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى علق المسببات والنتائج بالأسباب، فمن أراد الولد عليه بالزواج. ثانيا أن الأخذ بالأسباب لا يعد قدحا في التوحيد، وذلك ما لم يعلق المسلم قلبه بها، أما في حال الركون إلى أسباب وتعلق القلب بها دون الله تعالى فهو ما يعد قادحا للتوحيد. ثالثا العلم بأن الأسباب بيد الله تعالى، فهو وحده القادر على جعل السبب ذا فائدة ونفع أو تعطيله وجعله بلا جدوى. ثمرة التوكل على الله عز وجل الطالب، يمكن أن تتضح ثمرة التوكل على الله تعالى من خلال ما يأتي. يعد التوكل من أعظم منازل العبادة والاستعانة لكونه أصلا لكافة أنواع العبادة، سبب في دخول الجنة، وذلك لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسزقون ولا يتطيرون ولا يكتون على ربهم يتوكلون. يعد التوكل شرط للإيمان، أيضا يعد التوكل من أجل وأشرف الأعمال القلبية، نيل كفاية الله تعالى أي وقايته وحمايته ونصرته. أحد مظاهر معرفة العبد لله تعالى وصفاته وقدرته وكفايته، وسبب في انغمار قلب العبد بالراحة والأمان النفسي. إذن عزيزي الطالب، التوكل لغة هو مصدر من الفعل توكل يتوكل، وهو الاعتماد على الغير في إنجاز أمر ما والتفويض إليه، ويقصد بتوكل اصطلاحا صدق العبد في الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع أو دفع السوء والضر والمكروه، والسعي للأخذ بالأسباب المشروعة مع الإيمان الجازم بأن النفع والضر والعطاء والمنع كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، وتكون الجوارح مشتغلة بالأسباب، أما القلب فلا يتعلق وينشغل إلا بالله تعالى، ثم الرضا بالمقضي والقبول في ذلك. شاكر لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.